السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم. عندنا جهاز اوبو اي 12، الجهاز مقفل على الباسورد وعلى اف ار بي. بدنا نشوف كيف طريقة فك الجهاز بضغطة زر واحدة بأداة مجانية من صاحب الأداة. راح اترك لك رابط التحميل بالوصف، رابط تحميل الأداة وشرح الأداة. طبعا هاي الفيديو اللي أنا شرحت فيه هنا آخر تحديث، وفي شرح كامل للأداة في الفيديوهات. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. نفتح الأداة مباشرة. طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز عليه قفل شاشة، وبدنا نتخطى القفل والاف ار بي في ضغطة زر واحدة. يعني ما بدنا نفرمت الجهاز يدوي مثلا ونرجع نشتغل عليه، او نفرمته ونرجع نشتغل اف ار بي. نفتح الاداة. طبعا تسجيل الدخول انتم عارفين مجاني، الكل صار يستعملها. يعني ما شاء الله عنكم المتابعين، يعني بشوف بالتعليقات. نتوجه لخيار اوبو. من بعد اوبو بدخل بكتب بالبحث اي 12، بضغط على الزر وبضغط على بروم اف ار بي. بعد ما يعطيني الخيارات هنا بيعطيك انه لازم تضغط خفض الصوت ورفع الصوت وتشبك الكابل والجهاز مطفي. شو بنعمل؟ نطفي الجهاز، نضل ضغطين على زر الباور، بعدها نطفي الجهاز. بعد ما يطفي معنا بشكل كامل، رجع الكاميرا شوي، بعد ما يطفي معنا بشكل كامل بنضغط خفض الصوت ورفع الصوت فقط لا غير، بس بنضل ضاغطين عليهم بدون ما نضغط على الباور. ونجيب كابل الكمبيوتر وبنشبك الكابل. سوري، مش شابك الكابل في الكمبيوتر. طيب نشبك الكابل في الكمبيوتر، نضغط خفض الصوت ورفع الصوت، نشبك الكابل في الكمبيوتر وبترك الجهاز. انا هيك بالنسبة لي خلصت شغل. هلا عندك انت الخيار الاول اف ار بي، وعندك الخيار الثاني للفاكتوري ريست، تعمل اعاده ضبط مصنع. واذا ما زبط معك هذا الخيار اف ار بي، في عندك الخيار هنا كمان فاكتوري ريست اند اف ار بي، وفي عندك هنا كمان اف ار بي لحاله. فاحنا هلا بحاله القفل، انه عليه قفل وعليه اف ار بي، فبدنا نشوف شو الخيار اللي نشتغل عليه. فهيني بلشت في اول خيار، زبط معنا تمام، ما زبط بنبلش بالخيار اللي بعده. ننتظر زي ما انتم شايفين الجهاز عمل اوكي تمام، خلصنا مباشرة. بعد ما خلص اوكي بشيل الكابل وبشغل الجهاز وبنطق. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. يا ريت اي حدا عنده استفسار للجهاز او شيء نعمل عليه، يعني لو بعمل له فيديو مبسط، يعني انه تفوت على الخيار هذا تفوت على الخيار هذا، بقدر اعمل له اياه. لو ما ضفناهم بقدر اضيف له اياه على قناتي الثانيه. زي ما انتم شايفين هنا الجهاز ضل عليه القفل، يعني ما فتح التليفون. نرجع نطفي الجهاز، يعني ما انحلت المشكله. نرجع نطفي الجهاز، وهلا هيك بدي اختار الخيار هذا فاكتوري ريست اند اف ار بي. فاكتوري ريست اند اف ار بي، بضغط عليها وبضغط خفض الصوت ورفع الصوت بعد ما اطفي الجهاز طبعا. بعدين بشبك الكابل وبتركه. شفتوا الخيار الاول
ماس يعني عمل تخطي لحساب جوجل بس ما شال القفل، يعني اخذ امر الاف ار بي بس ما اخذ ضغط المصنع لانه الجهاز عليه قفل وظل القفل موجود. فعشان هيك الخيار الافضل كان فاكتوري ريست اند اف ار بي، بمسح الحساب جوجل وبعمل ضبط مصنع للجهاز مباشرة. خلينا نشوف هيك شو راح يصير. اخذ اف ار بي زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين تحت كتب يوزر داتا اوكي، اف ار بي اوكي، يوزر داتا اوكي، ايريسنج. هيك نشبك، نفصل الجهاز ونشبك ونشغل الجهاز، اسف نفصل الجهاز الكيبل ونشغل الجهاز، نشوفه اخذ الامر 100%. هاي الاداه مجانيه زي ما حكيت لكم. انا بتعمد انه اعمل الجهاز لاول مره بفيديو عشان اي خطا بيصير تشوفوا حله، يعني بيصير معي تشوفوا حله. انا برايي هاي انسب طريقه لحدا مبتدئ بالسوفت وير انه يشوف جميع المشاكل، انه مش بس ياخذ الفيديو دقيقتين ثلاث انحلت المشكله خلاص نكبس هالزر فتح التليفون خلصنا. لا، ممكن يصير معك مشكله بدك تعرف كيف تحلها، تكبس مثلا ممكن حدا يضل يكبس بروم ويجرب وهو مش راضي يفتح معه، خلاص يفكر الجهاز هيك مش راح يفتح. لا لا، في عدة خيارات وكل اشي له اشي. اي حدا عنده استفسار بالنسبة لجهاز هون وبده يعرف طريقته بالتست بوينت او بالكذا ومتصعب من الامور، ما عندي مشكلة انه يسألني وانا بساعده. في عندي انا هون قناتي الثانية بقدر اعمل له فيها شورتس. السلام عليكم. بقدر اعمل له فيها شورتس سريع بتساعده. راح اصير اتركها، رابط القناة موجود راح يكون بالوصف. اي هذا ديل. بقدر اعمل لكم الفيديوهات زي هيك تكون زي الفيديو هذا هيك مدة دقيقتين بس شرح، هيك شرحته انا لشخص يعني لمتابع، شرحت له اياه بالطريقة هاي. ممكن على هاي القناة اعمل شروحات زي هيك مدة دقيقة دقيقتين. يا ريت تشتركوا فيها هاي القناة. راح اترك رابطها دائما يكون موجود بالوصف. زي ما انتم شايفين الجهاز اشتغل. نعمل استمرار. وافق استمرار. تجاوز. استمرار. هيها في عملية الفتح، ولأنه مشبوك في خط عشان هيك استغرق وقت أطول، والمفروض أنه أنا شلت الخط منه عشان يكمل بدون خط، بس نسيت أنه في خط. الخط يبدو فيه ما في إنترنت الخط الموجود. هون بقول لك تعيين كلمة مرور، ما بدي أعمل كلمة مرور. تجاوز تجاوز استمرار تعيين كهاتف أب جديد البدل.
هيك زي ما انتم شايفين الجهاز فتح بشكل كامل. يا ريت اذا عجبك الفيديو لا تنسى اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.